اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في الاهلي الليله. ونورني وشرفني الدكتور ياسر حسني، استشاري القلب في الاتحاد الافريقي واستاذ القلب بجامعه بنها، كمان نجل الدكتور حسني عبد الرحمن الرئيس التاريخي للجنه الطبيه بالكاف. منور الدنيا دكتور. اهلا بحضرتك، اهلا بيك. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بالصحه والسلامه. وطبعا منورني، واكيد يعني شادر الساده المشاهدين هيستفيدوا من كلام حضرتك جدا. ربنا يخليك. واحنا مقصرين شويه في موضوع استضافه الدكاتره طبيا والتوعيه الطبيه، مقصرين احنا شويه. والله يعني انا اتمنى طبعا ان يكون التمثيل الطبي في الاعلام يكون افضل من كده، خصوصا ان في حاجات كتير قوي احنا بنبقى عايزين نبلغها للاعلام وعايزين نوصلها للمشاهدين، ودي ما بتبقاش في طريقه تانية خالص غير الاعلام علشان نعمل كده. يعني مقصرين، حضرتك بتقولي مقصرين يعني مش هيكل. اكيد انا حاسس ان احنا مقصرين شويه، بس ان شاء الله الفتره اللي جايه نهتم بموضوع القلب تحديدا، كمان موضوع كبير جدا. تمام. قول لي يعني بشكل عام قبل ما ندخل في الاسئله بتاعتنا، بشكل عام ايه الموضوع، التخصص بتاع حضرتك، اهميته، ضرورته؟ هو القلب الرياضي هو جزء من منظومة واسعة جدا اسمها الطب الرياضي. أوكي. القلب الرياضي والطب الرياضي هو طب الأصحاء، لأن أنت بتتابع ناس مش المفروض خالص أنهم يكونوا مرضى. فإحنا دورنا بيبدأ من أول ما الشخص بيقرر أنه يلعب رياضة. تمام. أول ما الشخص بيقرر أنه يلعب رياضة بيتم فحصه علشان نعمل حاجتين. أول حاجة نشوف هل هو مناسب أنه يلعب رياضة له ولا لأ، بنقدر نعرف إذا كان هو عنده مرض يعيقه من ممارسة الرياضة أو لأ. ثانيا إيه نوع الرياضة اللي ممكن يكون مناسب له. تمام. لأن مش كل أنواع الرياضة ممكن تكون مناسبة حتى للمرضى، يعني مش كل المرضى بيمنعوا من ممارسة الرياضة عشان على المطلق بالضبط، خصوصا في أمراض القلب. في بعضهم بيمارس رياضة معينة، وفي بعضهم بيمارس رياضة بصفة تنافسية، وفي بعضهم بيمارس رياضة بصفة احترافية حسب نوع المرض اللي عنده. تمام. دي اول حاجه احنا بنعملها. تاني حاجه بنعملها بالنسبه للفرق، وده يمكن احنا طبقناه من 2006، اصبح في ملفات كتيره جدا عندنا، ان احنا بنعمل كشف قبل كل البطولات. الكشف اللي بنعمله قبل كل البطولات ده بنعمله على كل اللاعبين في مختلف، صحيح احنا معظم الكشوفات دي اتعملت في الكوره من 2006، لكن الى حد ما في اتحاد ثلاثي مثلا بنحاول نعمل كده، اتحاد الخماسي كان الى حد ما، اتحاد كره اليد، الفرق اللي هي الكبيره بنحاول ان احنا نكشف ونعمل اختبارات قبل كل المباريات الدوليه والمباريات الاقليميه. قبل كل المباريات؟ لازم يتعمل كده. يعني دلوقتي اصبح قانون ان لازم اللاعب يبقى معاه كشف طبي من مكان معتمد، من دكتور معتمد، على اساس ان احنا نقدر نقول عنده مشكله او ما عندوش مشكله. بس ما حصلش الكلام ده دكتور. والله لا بيحصل، يعني من 2006 واحنا بنعمل كده. انا ما بشوفش، يعني انا ما شفتش. يعني احنا 2006 عملنا المنتخب بتاعنا، بتطبق على المنتخبات مش منتخبات. على الانديه؟ لا لا، الانديه احنا بندعو الناس ان احنا طبعا نقدر نعمل كده، يعني احنا بندعو الناس ان احنا نقدر نعمل كده. يمكن الانديه بتبقى صعب شويه على اساس اسباب اقتصاديه، لكن بالنسبه للمنتخبات بيبقى ليها زي ما حضرتك عارف اهتمام اكبر واهتمام اوسع، فبنقدر نعمل كده. طب خلينا اسال حضرتك سؤال، لان طبعا يعني انا ما صدقت ان احنا نتكلم في حاجه زي كده بصراحه، ولازم الناس تستفيد من وجود حضرتك معانا. هل هو موضوع، أنا آسف بصراحتي، يعني هل هو موضوع دعائي ولا موضوع واقعي؟ قصد حضرتك الكشف نفسه؟ لا، الكشف الطبي. يعني أنا بقول إن أنا في أفريقيا عندي لجنة بتختص بالقلب، هل هو دعائيا ولا هو موضوعيا؟ لا أكتر؟ لا، هو موضوع مهم جدا. أقول لحضرتك أنا بتكلم ليه؟ في كده عشان لو موضوعي يبقى لازم يتطبق على كل اللاعبين. هو السؤال كويس جدا، بس أنا هقول لحضرتك ليه هو موضوع واقعي وواقعي بشدة كمان. تمام. لأن إحنا عندنا كارثة حدوث وفاة في الملعب، دي كارثة مش بتمس الجهاز الرياضي فقط لهذه الدولة، دي بتمس المنظومة كلها. بالظبط. لأن إحنا حاجة زي كده لما بتحصل بتبقى مأساة. يا صحيح حوادث نادرة، لكن إحنا عندنا الكورة دي أكثر شيء انتشارا في العالم. بالزبط. يعني الفيفا، الإحصائيات بتاعت الفيفا بتتحدث عن حوالي 3 مليون حكم، بتتحدث عن 256 مليون بني ادم مارسوا الكوره، 4% من سكان الكوكب. يعني ايام بلاتر انا فاكر كانت الكلمه الشهيره انه قال لك انا كل الشهر بتجيلي حادثه وفاه في العشر سنين اللي فاتوا، حوالي 120 حاله. فبالتالي حدوث هذه القصه هو اللي خلى الاتحادات الدوليه تهتم جدا انها تبدا تمنع هذه القصه. تمام. تبدا تمنعها على عده محاور، اولا زي ما انا قلت لحضرتك ان احنا بنقدر ننقي مين اللي يمارس، ثانيا تتابع، لان صحيح مش كل الامراض بتبقى امراض هو اتولد بيها، في امراض بتبقى مكتسبه، فبالتالي بنتابع سنويا كل ده علشان تمنع الحدوث الموت المفاجئ في الملعب، لانها الحقيقه بتبقى ماساه قويه جدا بتؤثر حتى على الناس اللي نفسها تلعب رياضه. فعلا. يعني الناس بتخاف من كده. فعلا
فعلا فعلا، عشان كده احنا مقبلين على اختبارات ناشئين بالظبط. بكلمك في العموم بقى عشان الاسر اللي بتسمعنا دلوقتي اولياء الامور المفروض يعملوا ايه؟ انت عارف دلوقتي طموحات اولياء الامور ان يشوفوا ابنهم محمد صلاح طبعا طبعا انتشار الاكاديميات في كل مكان بالظبط. فهم للاسف للاسف الشديد كمان احنا كمان الاجهزه التدريبيه هو بيمرن وخلاص. لا ده غلط للاسف. انت لو حضرتك تلاحظ لو حضرتك تلاحظ في كل الجيمز اللي موجوده عندنا مشكله اكبر، لانه مش بس هو بيمرن وخلاص، ده بيمرن وخلاص وبيدي منشطات. ما انا لسه كان موضوع المنشطات، ما انا يعني مش هسيبك يعني بيدي منشطات ودي في منتهى الخطوره، وبيحصل وفيات كتيره جدا. ومش معنى ان الوفيات ما حصلتش اثناء التمرين انها ما لهاش علاقه بالتمرين وما لهاش علاقه بالادويه الغلط اللي اتاخدت، لان المنشطات دي كلها بتبقى في قمه الخطوره أكيد. ولا ينصح بيها طبعا أكيد. وحتى لو ادت الى كتله عضليه كبيره في وقت قصير ده في حد ذاته غلط، او يخليك ما تحسش بالتعب عشان بالظبط بالظبط هي بتعمل كده فعلا، تاخد من القلب بالظبط طبعا. بتضعف، بتعلي الضغط، بتاثر على عضله القلب، بتاثر على الكبد، ليها تاثير خطير جدا على كل شيء. والنهارده بقت مافيا متحكمه في القصه دي في العالم كله بالظبط بالظبط. لكن نصايح حضرتك لاولياء الامور قبل ما يروحوا وادي لازم يتكشف لازم يتكشف عليه من عند حد متخصص في القلب الرياضي، لازم يتكشف ليه. في بروتوكول احنا بنطبقه في مصر، هذا البروتوكول بنعمل الاول رسم قلب وبنعمل موجات صوتيه وبناخد تاريخ المرضي بتاع العيله، لان احنا برضو يهمنا ان تكون العيله دي ما فيهاش تاريخ مرضي لاصابه بموت مفاجئ في سن صغير. وبعدين لو في حاجه من القصه دي اثارت الريبه او اثارت الشك بنطلع بعد كده بمستوى الفحوصات الى الخطوه الاخرى الخطوه الثانيه. طب ليه ما تاخدوش اجراءات اكثر صرامه بصفتكم اتحاد افريقي؟ ان هي الاجراءات تكون مثلا زي مثلا في القيد اللي لازم يبقى يكون فيه شهاده صحيه لاي لاعب في اي سن، ان عشان يقيد لازم يبقى فيه شهاده صحيه بتفيد ان اللاعب ده مؤهل ان هو يمارس رياضه بعنف كره القدم وبسرعات كره القدم وبمنافسات كره القدم وبضغط الذهني لكره القدم. هو الكاف عامل كده في البطولات الاقليميه بتاعته. تمام. الاقليميه بتاعته هو لازم يكون اللي هيلعب معاه ما يفيد ان هو خالي من اي امراض تخص القلب او اي امراض تؤثر على حياته. هو دي سلطته. حضرتك بتدي توصيات للاتحاد الافريقي ان هو بيدي توصيات والاتحاد بيدي توصيات والفيفا بتدي توصيات، كله بيدي توصيات. لا انا قصدي التوصيات الطبيه اللي حضرتك مخصص بيها. احنا يعني دور ان احنا يعني كان عندنا من 3 4 ايام الكشف على الحكام فيما يخص القلب والكلام، فبنقدر نحدد مين اللي صالح، مين اللي يقدر يكمل، مين اللي يقدر. نفس القصه برضو بالنسبه للعيب. تمام. الاصابات ايه بقى اللي ممكن العب بيها رياضه والاصابات اللي لا ما ينفعش العب رياضه؟ احنا عندنا او الامراض يعني عندنا اخطر او الاكثر شيوعا في العالم كله لاسباب الموت المفاجئ عند الرياضيين حاجه اسمها تضخم العضله الغير متناسق. ده مرض بيبقى جيني الناس بتتوارثه، بيبقى عند تقريبا 5% من 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 الناس او 5 في الـ1000. المرض ده بيؤدي الى موت مفاجئ، فبالتالي الشخص اللي عنده لما بنكتشف عنده ان هو بنعمل له موجات صوتيه على القلب وبتكتشف ان عنده هذا المرض ده بيمنع من ممارسه اي رياضه تنفسيه. تمام. معظم الحالات اللي حصلت في العالم لو حضرتك تفتكر مارك فيفيان فوي، طبعا مارك فيفيان فوي كان عنده هذا المرض ولم يتم اكتشافه الا بعد تشريحه، لان هو لما توفى ما كانش لسه القانون مطبق فيما يخص الاجراءات الطبيه، يعني ما تعملوش رسم قلب، ما تعملوش موجات صوتيه على القلب، كل هذه الاجراءات لم تتم معاه. تمام. فبالتالي لما تم تشريحه اكتشفنا ان عنده كذا. دي بتمثل حوالي 36% من اسباب الوفيات اللي في العالم. تمام. فيما تخص الرياضه. ده يمنع تماما من ممارسه الرياضه. في حين ان في 19% التانيين الناس اللي هي مولوده بعيوب خلقيه في الشرايين التاجيه، فيما يخص مثلا شريان مش طالع من مكانه او الشريان مش ماشي في مساره الطبيعي، ده برضو بيمنع من ممارسه الرياضه، لان ده ممكن مع المجهود تجيله ذبحه صدريه، لان اللي بيحصل ان الشريان بيبقى طالع من مكان مش مكانه الاصلي او ماشي في مسار مش هو، فمع المجهود بيتضغط ما بين شريانين كبار فبيحصل زي ذبحه صدريه. ده برضو بيمنع من ممارسه الرياضه. لكن بالنسبه للناس مثلا اللي هي عندها ارتخاء في الصمام المترالي، تمام، ارتخاء في الصمام المترالي ده يقدر يمارس الرياضه في معظم الحالات، لان ده حاجه زي ما يكون واحد اشول، احنا ما بنعتبرش البني ادم الاشول مش طبيعي. تمام. نعتبره طبيعي، صحيح الناس كلها ايمن لكن تمام.
فبيمارس الرياضة إلا إذا كان عنده بعض حاجات معينة هو ساعتها بنمنعه من ممارسة الرياضة. برضو الناس اللي عندها مشاكل في ضربات القلب زي ما حضرتك قلت. أيوة. ضربات القلب دي مش كلها خطر، في انواع بيمنع تماما من ممارسه الرياضه. يمكن حضرتك كنت بتتكلم في لعيبه بتلعب اتمنعت وبقى متركب لها صادم ضربات قلب، واسمه مش يعني اعتقد لغط يعني الصوت. المفروض ان القلب الدم بيمشي فيه بصوره انسيابيه. لو حصل دي في مجراه هتسمع صوت زي الخرطوم بالظبط، تمام، ما تسمعش صوته والميه ماشيه بصوره انسيابيه، تمام، لكن لو دوست عليه تسمع هتسمع صوت. او لو اتغيرت تكوينة الدم ساعتها تسمع صوت. فاللغط هو الصوت اللي حضرتك بتسمعه في ضربات القلب، هو ده اللي اسمه لغط. في خطوره اللغط؟ في منه نوعين، في لغط حميد فسيولوجي وفي لغط مرضي. اللغط المرضي حسب نوعه، يعني لو في لغط مثلا بسبب ان في ضيق في الصمام الاورطي، دول عادة بيتقسموا لأكثر من مجموعة. المجموعة القصوى بتاعتهم بيمنع تماما من ممارسة الرياضة، أو المجموعة الأولانية بيمارس الرياضة بصورة زي بلياردو زي بولينج اللي هي ما فيهاش مجهود. احتكاك وما فيهاش مجهود، ما فيهاش مجهود عنيف، بينشط القلب ويخلي دقات القلب سريعة. بالظبط. طب في أمراض بتكبر مع السن؟ هو احنا عندنا في ان تحت 35 سنة معظم الأمراض بتبقى أمراض وراثية خلقية واتولد بيها. تمام. بعد 35 سنة الأمراض الأكثر شيوعا للتسبب بالوفاة بتبقى أمراض هو اكتسبها، زي الشريان التاجي، زي مشاكل جات له في الضغط، زي حمى الروماتيزمية، الكلام ده كله بيبقى بعد سن 35 سنة. فهو السن طبعا له علاقة قوية جدا، والعرق. يعني احنا عندنا مثلا في الصين أسباب الوفاة مختلفة عن الأمريكان، مختلفة عن الألمان، الوراثة مختلف الأمراض. يعني في أمريكا مثلا السبب اللي هو عدم تناسق عضلة القلب ده سبب قوي جدا. إيطاليا مش ده السبب خالص، لأن إيطاليا على فكرة كانت من أول الدول اللي في العالم اللي عملت كشف طبي بالقانون على كل الرياضيين، والكلام ده كان من آخر الخمسينات. ده اللي أنا قصدي عليه. ما هو يفرض. طبعًا. يفرض طبعًا. الكشف الطبي طبعًا. لأن حاجة مهمة جدًا. طبعًا. لكن أنا قصدي يا دكتور إن أنا مثلًا عندي ابني مثلًا عنده 8 سنين عملت له كشف طبي وما فيش حاجة. لازم بقى أفضل أكرر الكشف الطبي ولا خلاص بيبقى الموضوع باين من أول كشف طبي إن هو أنت حضرتك عملت كشف طبي استبعدت حوالي 95% من أوكي. الأسباب دي، لكن يظل في 5% مجهولين، لكن هو 95% حضرتك استبعدتهم تماما. تمام. والله ده موضوع كبير، ولازم أولياء الأمور حضرتك لازم تنصحهم إن هم لازم قبل أي اختبارات، حتى الاختبارات اللي بيروح عشان يتقدموا الأندية، لازم يبقوا مأمنين ولادهم كويس قوي. طبعا ده في غاية الأهمية. لا قدر الله عمل مجهود وهو مش عارف إيه اللي جواه، لا قدر الله يحصل حاجة. الكشف الطبي لما بنعمله مثلا على ناس كانت بتمارس رياضة فترة طويلة، دوري الشركات، بنطلع في ناس مريضة قلب فعلا. في ناس مريضة قلب فعلا. مشكلة. لما عملنا كشف طبي في كذا نادي، يعني مش عايزين نذكر أساميهم، لا في ناس فعلا أطفال صغيرين بيلعبوا رياضة وعندهم مشاكل في القلب طبعًا. والأهل ما يعرفوش طبعا. فده مهم. ولا النادي. مهم طبعا. لا الأهل ولا النادي ولا المدرب. عشان كده بقول لحضرتك لازم نفرض موضوع الكشف الطبي طبعًا. يبقى طبعًا. فرض على كل نادي وعلى كل مراحل سنية. طبعا يا ريت. حضرتك اللي عندك الحل. أنا موافقك تماما. ممكن حضرتك تعمل توصيل للاتحاد الافريقي لانه موضوع ما هو دي مش في ايده هو ده، احنا عايزين نعممها على كل الرياضات، مش عايزين نعممها على الكوره بس. الاتحاد الافريقي مالوش سلطه ان هو يفرضها على الانديه لا لا يقدرش يفرضها. مين اللي ليه سلطه؟ الدوله هي اللي ليها سلطه انها تفرض طبعا، دي عايزه قانون. يعني زي ايطاليا. ايطاليا في قانون بيفرض. دي حاجه مهمه جدا. طبعا. احنا ليه ناسينها او ليه متغافلين عنها؟ ناسينها ولا متغافلين؟ مش ناسينها ولا متغافلين، يعني ان شاء الله القانون ده يتم، يعني ان شاء الله القانون ده يطبق ويرى النور قريب باذن الله. لكن هو طبعا مهم ان يكون في قانون بالمنظر ده. ايه اللي بيزيد تدهور قلب الرياضي؟ لا قلب الرياضي لو هو رياضي فعلا الرياضه تفيده. يعني الرياضه هي الوسيله الوحيده للوقايه من مرض القلب، الوسيله الوحيده الفعاله. فبالتالي ممارسه الرياضه ما فيهاش اي مشكله ما لم تخرج عن الحدود القصوى بتاعتها. لما الرياضه ممكن تبقى مضره لو زادت عن حدود القصوى ساعتها تبدا تعمل زي تليف في عضله القلب، بس لو زادت قوي عن حدودها القصوى ده زي اللي بنشوفه مثلا في الناس اللي هي بتاعت الماراثون. انت عارف النهارده بقت في حاجه مثلا اسمها الرجل الحديدي اللي هي الاكستريم
اللي هي الرياضه القصوى بقى والرياضه الكبيره قوي بتاعه الجري والسباحه وركوب العجل. تمام، ماراثون. وبيبقى فيها ماراثون كمان، فول ماراثون. دي بتؤدي الى يعني في ريبورتس دلوقتي، في تقارير ان الرياضه ديت بتزود انزيمات القلب عند الناس ديت، ان هو اجهد القلب جدا. بس ده مش الطبيعي في الرياضات العاديه. في الرياضات العاديه بالعكس مفيده جدا لعضله القلب. فالرياضه مفيده لعضله القلب على كل الاعمار اذا كان القلب ده سليم. وتاثير برضو ناكد على تاثير المنشطات سلبيا على صحه الرياضي. لا، المنشطات كارثه، المنشطات كارثه بكل المقاييس. وزي ما بقول لحضرتك بقت في مافيا في العالم في التحكم في المنشطات. فالمنشطات كافيه كارثه، والناس مش بتاخد بالها منها لان تاثيرها ما بيبقاش وقتي ولا لحظي، هو التاثير بيبان بعد سنين. يعني في وفيات كتيره قوي حصلت بسبب المنشطات. انا يمكن كنت عملت بحث من حوالي 6 سنين تقريبا على المنشطات وعلاقتها بضغط الدم. معظم الناس اللي خدت منشطات من فترة كلهم عندهم ضغط دم، مش المفروض الرياضي يبقى عنده ضغط دم طبعا، لان للاسف اللي بياخد منشطات مش بيعترف، يعني ما بيقولش. يعني انا فاكر مره كانت في مجله اولمبيه كانت عملت بحث، كانت بتتكلم عملت بحث على من ابطال الميداليات الاولمبيه، سالتهم سؤال بسيط جدا، لو في دواء، الدواء ده انت هتاخده وهو منشطات وهو هيضمن لك ان انت تاخد الميداليه الذهبيه لكن هياثر على حياتك، تاخده؟ هياخدوه. 95% قالوا هناخده. فالموضوع خطر، يعني هم اللي بيبيعوا المنشطات بيستغلوا الحاجه دي للأحسن. بيستغلوا كمان، انت عندك قابليه، انت عايز تبقى بطل بالزبط. بسرعه، عايز تبقى جسمك، اللي بيروح الجيم عايز جسمه يبقى فورمه بسرعه. دي مشكله، دي مشكله قويه جدا في الجيم. مهما يكون مكتوب على المنشط ان هو سيف وصحي والكلام ده كله، هو خطر. طبعا المنشطات منشطات، اصل هي هو المنشط علشان يجيب نتيجه قويه لازم تكون محتوي على مواد معينه من الاسترويدز او الادرينالين والافيدرين، لازم. غير كده هو مش هيجيب نتيجه خالص. يعني لو هو عباره عن مواد عاديه زي ما هو بيتكتب عليه، هو ده مش طب مش البروتين اللي بياخده اللعيبه اللي هو الباودر بروتين والحاجات دي كلها، لا البروتين دي مكملات غذائيه، مكملات غذائيه من شركات مضمونه مش هتحتوي على منشطات. لكن لما تبقى من شركات مجهوله بيبقى مضاف عليها منشطات علشان يزود نسبه المبيعات لانها تجيب نتيجه بسرعه. موضوع كبير، وفعلا زي ما قلت لحضرتك، انت بتقول حضرتك 95% قالوا عايزين نبقى ابطال، ناخد اي حاجه. الرياضه شغف، حضرتك عارف طبعا. تعالى نتكلم عن التوصيات اللي حضرتك كنت مشارك فيها في حدوث حالات الموت المفاجئ. ده كان بحث، البحث قعد الحقيقه حوالي 7-8 سنين، كنا شفنا كل حوادث الموت المفاجئ المصوره. فاكتشفنا حاجتين، معظم الناس اللي ماتت كانت الكرة مش معاها، فبالتالي الحكم ما كانش باصص لها خالص. يعني حضرتك لو شفت كل الحوادث اللي هي متصوره هتلاقي ان هو وقع في نون كونتاكت، تمام، الكوره مش معاه خالص، تمام، والحكم زي ما حضرتك عارف هو عينه على الكوره، هو وظيفه الحكم كده، فبالتالي هو مش شايفه. في الموت المفاجئ، لما بيحصل موت مفاجئ، لان عشق القلب الرئوي لازم يحصل في ظرف ده اول دقيقه لدقيقتين، لازم التدخل. فبالتالي اول حاجه اتغيرت ان اصبح من حق الدكتور انه يدخل الملعب بسرعه من غير استئذان الحكم. من غير استئذان الحكم، انت لو تفتكر حضرتك القانون كان لازم يقف والحكم يقول له اتفضل. الا في بعض الحكم يروح يشوف الاول يكون الراجل مات اساسا. بالظبط، الا في بعض الحاجات معينه، يعني في الكتاب بتاع الفيفا اللي هو ذا جيم صفحه 67 كان يقول لك انه ان الريفري الحكم هو اللي يسمح بحامل النقاله للدخول الا لو الجون وقع، الا لو اتنين خبطوا في بعض، الا لو في جرح شديد، الا لو في ارتجاج في المخ، الا لو في كسر. ده كان قانون لو حضرتك تفتكر. تمام. اضاف عليه بقى دلوقتي ان الا لو الدكتور شك في وجود موت مفاجئ لازم هو يدخل الملعب على طول. دي كانت اول حاجه. تاني حاجه ان احنا اكتشفنا ان في علامات مختلفه في الموت المفاجئ عند الرياضيين عن الموت المفاجئ عند غير الرياضيين. يعني في الافلام برضو بتلاقي ان الـ ان الـ ان الـ ان اللاعب لما بيقع بتبدا تحصل له رعشه في رجله، ده مش موجود عند الناس. يعني احنا كاطباء قلب مش بنشوف ده عند الناس العاديه، سببه ايه مش واضح لسه، مش عارفين. بس هو ده موجود. تالت حاجه ان بقى في النهارده الاي دي، الاي دي ده عباره عن جهاز، احنا بننصح بوجوده طبعا في كل مكان لان هو مش غالي قوي. الجهاز ده هو بيشتغل لوحده، يعني ده دلوقتي بالقانون موجود على الخط. وظيفته انه لما حد بيشك في هذه القصه الدكتور بيخش معاه الاي دي بيحطه على اللاعب، هو زرار واحد وبيتكلم 7-8 لغات من ضمنها عربي،
بيدي صدمات كهرباء. ده الجهاز اللي حضرتك بتتكلم عليه. ده الجهاز، الجهاز ده عباره عن زي ما حضرتك شايف كده، هو زرار واحد بس وتو بادز لازقتين، واحد فيها حضرتك بتحطه على الصدر وواحد بتحطه تاني عند الـ عند الـ 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 الباط، وبتبدا تدوس على الزرار الاحمر ده. هو بيشخص وبيقول لحضرتك ابتعد سنقوم باعطاء صدمه او اكمل الانعاش القلبي الرئوي. ده جهاز زي ده مثلا انقذ فابريس مومبا، يعني حضرتك عارف فابريس مومبا قعدت الانعاش القلبي الرئوي بتاعه قعد 76 دقيقه تقريبا، اداله حوالي 23 صدمه مثلا وعاش، والنهارده هو بيعمل بيلف العالم كله بيدي محاضرات ترويجا لل 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 للاي دي. تمام تمام، مهم جدا جدا زي ما حضرتك بتقول. انا الحاجات دي يعني ماشي، انا هسكت انا هسكت يا دكتور، لكن توصيات مهمه جدا حضرتك بتتكلم فيها، وحاجات بتنقذ ارواح لاعبين فعلا، في لعيبه بتقع قبل ما احنا بناخد بالنا منهم بيكونوا ماتوا خلاص. بالظبط. طب دور الجماهير والدفاعات الجماهير والزحمه الجماهيريه، وازاي ان انا انقذ حد جنبي، او ازاي انا اعرف كواحد عادي ان ده فعلا في عنده موت مفاجئ او قلبه محتاج تدخل، اساعده ازاي؟ ممكن اساعده غلط اموته اساسا؟ لا، هو طبعا من اكبر اسباب حدوث مشاكل او حدوث، انا مش عايز يعني مش عايز ليله البطوله الحقيقه اتكلم عن، لا لا الكلام ده مفيد جدا، مش عايز اخوف الجماهير، لكن هو كره القدم الحقيقه من اكثر اسباب اصابه، يعني الجماهير بتاعه الرياضه عموما بيصابوا اكتر ما بيصابوا لا كجمهور، الجمهور يعني بيحصل تدافع. بالظبط. التدافع ده احنا بنسميه تمبيد. الاستمبيد ده هي لفظ اسباني مشتق من، تعرف حضرتك لما بتتفرج مثلا في ناشونال جيوغرافيك على هجره القطعان، تمام، ويبداوا يتدافعوا ويخبطوا في بعض، ده هو ده الاستمبيد. فهو اللي بيحصل ان مع التدافع في الزحمه بيحصل حاجه اسمها اسفيكسيا السحق. يعني لو احنا شايفين هنا مثلا ده نموذج لاسفيكسيا، دي هيلز برو طبعا، حضرتك عارف الكارثه اللي كانت حصلت زمان. مع التدافع ده كله بيبدا يحصل اللي في الاول دول كلهم ده بيموتوا أو مش قادر ياخد، ده اسفيكسيا سحق. فبالتالي اصبح في طرق النهارده ان انت في لما يكون بالمنظر ده، اولا ما تزوقش اللي قدامك، لازم ما تزوقش اللي قدامك، هتحاول قدر امكانك ما تزوقش اللي قدامك. ثانيا بقت في طريقه وقفه مختلفه عن، يعني اصبحت النهارده في طريقه وقفه للشخص المتفرج انه ما يقفش عدل، يعني يقف بالجنب كده على اساس انه يقدر يحمي صدره، وفي نفس الوقت ما يبقاش هو، يعني دي الوقفه الصحيحه هو احنا لو هو واقف بالجنب اصبح توزيع القوه بتاعه بالنسبه له افضل، لان صدره ورئته مش هيتم سحقهم، وفي نفس الوقت هو بالنسبه للي قدامه برضه هو مش هيتم سحقه لانه هيبقى واقف كتف في كتف. تمام. فهي دي الوقفه الصحيحه. وطبعا التوصيات ان احنا ما نزوقش، يعني على قدر الامكان الناس ما تزوقش لان التدافع خطر. طب لو حصل بقى حالات اغماء، اما تالي مفيش حد يعرف ينقذ حد؟ لا لا، في لجنه طبيه واللجنه الطبيه عامله استعدادات كويسه جدا في الـ بالنسبه للجمهور وبالنسبه للاعبين، ومع بالتعاون مع الاسعاف والكلام ده. انا قصدي لا قدر الله لو حصل حاجه والجماهير هي اللي واقفه، يقدروا يسعفوه ازاي؟ ما هو في بوستس طبي، يعني في اماكن طبيه في وسط الجمهور، ده معمول حسابها. مش لو حضرتك بتقول لحد لو حصل حاجه انت ممكن تسعفه ازاي، انت هو مبدئيا يعني احنا، ولا صعب الموضوع؟ مش صعب، هو محتاج تدريب، يعني هو حسب، بس احنا يعني اللي خلينا نقول فيه، اولا طبعا درجه الحراره هتكون مرتفعه، فاحنا المهم قوي ان الناس لما تبقى رايحه تبقى معاها لابسه لبس خفيف، لابسه لبس فاتح، لابسه تيشرتات بحيث انها تحمي نفسها من الشمس، معاها ميتها، معاها العصاير بتاعتها علشان تقدر تقاوم الجو ده. مرضى الضغط يبقوا عاملين حسابهم، مرضى القلب يبقوا واخدين الادويه بتاعتهم، يعني مرضى السكر يكونوا عاملين حسابهم عشان ممكن يقعدوا في الاستاد فتره طويله. بالزبط. دول دي اهم فئه لازم نركز عليها، ان هم يبقوا عاملين حسابهم. مرضى حتى الازمات الربويه يبقوا عاملين حسابهم على هذه القصه واخدين الادويه بتاعتهم، لان انت عارف حضرتك احنا ممكن يقعدوا في الاستاد فتره طويله، فالفتره الطويله دي لازم تكون معمول حسابها من الناحيه الطبيه. لكن في استعدادات طبيه في الاستاد مش متساب كده. أكيد. في استعدادات طبيه بالنسبه للجمهور، وفي استعدادات طبيه بالنسبه للاعبين، وفي استعدادات طبيه بالنسبه للزائرين، كل ده معمول حسابه. لا، من الناحيه دي ان شاء الله خير. يعني الانفعالات، انفعالات الجماهير والحاجات دي كلها، ممكن حضرتك برضو توصيهم بايه؟
يعني اصل اوصيهم والله الانفعالات طبعا هتعلي الضغط. هو الانفعالات غصب عنهم. ما هو غصب عنهم ما بتقدرش. احنا شعب عاطفي فمش هتقدر بس ان شاء الله ما يكونش في حاجه تستدعي الانفعالات. يعني بتكلم في العموم بقى، يعني مش بتكلم عن منتخب مصر. منتخب مصر انفعالات فيما بتكونش بحده الانديه. عارف الانديه بقى صحيح. فيها تعصب. صحيح صحيح قوي. صحيح. فاللي بيوصل للتعصب ده خلاص بيبقى واصل لدرجه ان هو خلاص. وفي ناس ماتت للاسف قبل كده. بيحصل كده. اللي بيحصل كده ليه؟ هو معظم اللي بيموتوا دول بيكون عندهم امراض خفيه. يعني هو بيبقى في موجود امراض خفيه. الامراض الخفيه دي بتظهر مع حدوث الانفعالات. ممكن تحصل ذبحه صدريه. عندنا مثلا في مرض في الشريان التاجي اسمه صانع الارامل. صانع الارامل ده بيجي عاده للرجاله مثلا في نهايه الاربعينات وبدايه الخمسينات. ممكن يكون قبل كده عمره ما اشتكى من حاجه خالص خالص. في وجود انفعال معين، سواء هذا الانفعال كان عصبي او انفعال بدني، تبدا تظهر جلطه في بدايه الشريان التاجي الايسر، تعمل وفاه مفاجاه على طول. ممكن ارتفاع الضغط لا قدر الله يعمل نزيف في المخ. ممكن ارتفاع الضغط يعمل، ممكن الانفعال يزود ضربات القلب، يعمل مشكله، يدخل في حاجه اسمها ركفه بطينيه. فالانفعال يؤدي لحاجات كتير قوي، بس عاده سبب خفي موجود والسبب ده الانفعال هو اللي اظهر. انا عارضين لحضرتك صور اهو. حضرتك اكيد كان ليها مناسبات الصور دي. دي دكاتره الفرق الافريقيه والنوادي الافريقيه. كان بيبقى تدريب على الانعاش. احنا ده اللي كان الكاف عامله من 2006. كان عامله عاده في كذا دوله، من ضمنها كان مصر، وكنا عملناه في الكاميرون وفي اثيوبيا وفي المغرب وفي رواندا. دول بيتمرنوا على الانعاش القلبي الرئوي في الملعب. تمام. ازاي تعمل ايه؟ زي ما حضرتك شايف بيبقى فيه مانيكان. تمام. والمانيكان دوت بنبقى حاطينه على ترولي معين. ازاي تحطه على الترولي، وازاي تربطه من على الترولي، وازاي طريقه شيله انك تخرج بيه من الترولي. لان النهارده بقت فيه شنطه مصممها الفيفا ومصممها الكاف مع الدكتور. الشنطه دي بتدرس محتوياتها بحيث ان ما حدش يفكر. يعني هو الهدف من التدريب ان ما فيش حد، يعني دايما الارشادات الطبيه هدفها ان الناس ما تفكرش. واحد كل واحد عارف دوره، ما فيش واحد في النص يبدا يقترح شيء بالزبط. عكس بالزبط. ما هو داخلين عارفين نعمله ايه متعود. بالظبط. كل واحد عارف. ما ينفعش اصلا يبقى في تناقض. واللي ملوش دور ما بيخشش. بالظبط. فهو بيبقى دي هدف التدريب، ان كلنا نشتغل بنفس الاسلوب بنفس الوقت بنفس الطريقه على نفس الهدف. هو طبعا الموت طبعا بيد ربنا سبحانه وتعالى طبعا، لكن القلب لما بيقف او حصل حاجات مشابهه للحاجات اللي احنا بنتكلم فيها في الملعب في بين الجمهور، هل ممكن انا اتدخل بسرعه؟ الوقت بيسعف لغايه لما حد يجي تاني يساعدني مختص. ايه ابسط الاشياء اللي ممكن اعملها؟ ده سؤال كويس جدا. هو أنا رئيس شعبة الإنعاش القلبي الرئوي في جمعية القلب المصرية. تمام. إحنا الإنعاش القلبي الرئوي ده لو ما تمش في خلال دقيقة لخمس دقايق ممكن تحدث تلف دائم في المخ. فحتى لو القلب رجع هذا الشخص هيبقى عنده مشكلة في المخ، ممكن يخش في كوما وما يفوقش خالص. فبالتالي كل التوصيات العالمية بتوصي إن الشخص اللي واقف اللي هو مش طبيب يبدأ يتدخل بعمل انعاش قلبي رئوي. ان انت بتعمل زي ضغط على القلب، زي ضغط على الصدر. بالظبط. ضغط على الصدر ده له طريقه معينه للتعليم. يعني دي لازم مكان معين، لازم انت واقف مقفه معينه، ولازم عدد معين، ولازم بقوه معينه. لكن هذه الطريقه لوحدها بتزود جدا نسبه النجاه. بتزود نسبه النجاه. كانت زمان التوصيات بتوصي بهذه بالكمبريشن ديت او بالضغط ده مع ان حضرتك بتعمل تنفس صناعي. كانت الناس بتخاف من التنفس الصناعي عشان الامراض وعلشان وساعات بيبقى فيه رغاوي وساعات بيبقى فيه دم والكلام. النهارده التوصيات العالميه كلها لا ما تعملش حاجه خالص. البروجرام بقى اسمه هاندز اونلي، يدين فقط، ايد بس، انك تعمل شيست كومبريشن. انا اول مره اعرف تعمل بالصدر بس. تعمل 30 ضغط مره في الدقيقه بطريقه معينه في مكان معين، وتقعد تعملها لحد ما الاسعاف تيجي. دي بتزود جدا نسبه الـ النجاه. النهارده بقت في اوروبا. طب حضرتك حاول توصفها لي، يعني حاول توصفها لي بشكل بسيط. ممكن يعني ممكن هي عايزه تشاف. يعني بيبقى مثلا الجسم على الارض وانا واقف من ناحيه ايده اليمين ولا ناحيه ايده الشمال قاعد؟ لا هو انت تقدر كان؟ لا تقف على من ناحيه ايده اليمين. هتقعد حضرتك على ايده اليمين كان انت يعني قاعد بركبتك. تمام. وبعدين بتبدا تفرد ايدك اليمين والشمال بالمنظر ده. تمام. وتبدا تضغط
في منتصف عظمة القص، العظمة اللي موجودة في النص اللي ما بين الضلعين ما بين الضلوع، لا في منتصفها بالظبط. ليه في منتصفها؟ لأن الجزء اللي تحت ده جزء غضروفي فممكن يتكسر. تمام. احنا عايزين نضغط في النص ده. تمام. بتضغط بالكف بتاع اليد وبتكون القوة كلها جاية من الكتف، يعني الكوع لازم يكون مفرود. تمام. فبتنزل القوة كلها نازلة من الكتف نفسه. تمام. بتبدأ تدوس 30 دوسة في الدقيقة، 30 ضغطة في الدقيقة. بين العدة والعدة في حاجة ولا على طول؟ كونتينيوس. واحد واثنين مستمر ثلاثة. مستمر. تمام. ولازم تكون بتعد، لأن هو العدد له هدف. أكيد. يعني العدد له هدف، هو العدد له هدف إيه؟ هو الأول زمان كانت 5 وبعدين زادت ل 15 وإلى أن وصلت 30. ليه؟ لأن هم اكتشفوا إن أنت لما بتدوس أنت مخلي ضغط الدم شغال، فبالتالي ضخ الدم إلى مختلف الأعضاء مشغال. من ضمنها المخ شغال كويس قوي. تمام. والى جانب ان طب ليه ما انتش محتاج تنفس صناعي؟ لان الدم اللي موجود الوريدي فيه كميه اكسجين يا دوبك تكفي. تمام. فاوكي مقبول. تمام. لحد ما يجي بالمفروض بنعمل كده الى ان يحضر المسعف الاي دي. اوكي. لما النهارده الاي دي اللي انا بقول لحضرتك عليه اللي احنا عرضناه ده اصبح موجود النهارده في المولات. تمنه حوالي كام يا دكتور؟ حوالي من 25 ل 30 الف. تمام. يعني سهل ان الانديه تجيبه. سهل جدا، سهل جدا. يعني سهل جدا ان الانديه تجيبه، سهل حتى انديه الدرجه الاولى تجيبه. بالظبط. يعني مش 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 صعب على الاطلاق. ده بينقص حياه بني ادم. بينقص حياه بني ادم. وعلى فكره هو اتوزع الكافكا اشترت كميه من الجهاز ده ووزعته على الفرق على الدول. فده موجود عندنا بصراحه. يعني وقتنا جري وانا عايز اتكلم استفيد كمان منك انا كمان، واكيد كل اولياء الامور وكل الراضيين استفادوا من الحلقه دي. لازم يبقى لينا لقاء تاني لو وقت حضرتك يسمح. ان شاء الله. احنا بنعرض عليك اهو عشان ما ترجعش تقول احنا مقصرين. لا 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 ان شاء الله ان شاء الله. شرف. يعني لازم نعمل حلقه تكون وقتها اطول من كده ونكون محضرين لها كمان، انا كمان اكون محضر لها في اسئله كتير وتساؤلات كتير. لكن قبل ما اسيب حضرتك قول لي ايه احسن حاجه للقلب؟ اكل يعني في عجاله. يعني ايه احسن حاجه تساعد القلب ان هو يفضل شغال بنسبه يعني حسب السن؟ احسن حاجه للقلب هي الرياضه. ماشي. ممارسه الرياضه. بالظبط. يعني حتى المريض القلب لو هو حالته بتسمح لازم يمشي على الاقل من 15 ل 20 دقيقه يوميا. جو يكون كويس، ما يكونش شايل حاجه، ما يكونش عامل مجهود، ما يكونش بيجري، ما يكونش بيتكلم في التليفون ومتنرفز، ماشي بمنتهى الهدوء كده على الليفل، يعني على السطح، لا طالع ولا نازل ولا الحاجات دي خالص. الاكلات اللي بتفيد القلب، الاكلات اللي هي الملح فيها قليل، اللي هي هتستغرب حضرتك، هي التوصيات العالميه بتوصي بحاجه اسمها وجبه البحر الابيض المتوسط، اللي هي وجبه دهون فيها قليله، فيها بروتينات، زيت زيتون، سمك كتير، لحوم حمراء فقط بس مش كتير، وخضار وفاكهه كتير جدا، وسيريالز اللي هي الحبوب زي اللي بتحط على اللبن الموسلي والحاجات دي. تمام. اول نصيحه حضرتك بتنصحها لمريض قلب بتشوفه؟ رياضة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وأنا كنت سعيد جدا بلقاء حضرتك، وأكيد هيبقى لينا لقاء تاني لو وقت حضرتك يسمح. يعني إن شاء الله. ونورتني وشرفتني في بيتك. شكرا. يعني الأهلي. شكرا. دكتور ياسر حسني استشاري القلب في الاتحاد الأفريقي وأستاذ القلب بجامعة بنها، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. دي كانت حلقتنا يعني أو جزء من حلقتنا مع الدكتور المميز جدا دكتور ياسر حسني. أعتقد إن حضرتكم استفدتوا جدا من هذه الحلقة، وإن شاء الله يبقى معانا في وقت قريب جدا، يبقى في متسع من الوقت بعد الفاصل، هيكون معاه نجم مصر ونجم النادي الاهلي احمد بلال. استنوا. قناة الأهلي تضع كأس الأمم الإفريقية.